مثل ما عليه الحال بالنسبة للنفط. قد يكون ورقيا كما قد يكون إلكترونيا. جميع هذه الحالات معاقب عليها قانونا وتدخل في مفهوم المادة 253 مكرر 6 من قانون العقوبات. تجدر الإشارة هنا إلى أن العنصر الثاني من الركن المادي يعني النشر أو التسريب هما عنصر أول لتكوين الركن المادي للجناح. بالنسبة للعنصر الثاني وهو عنصر الوقت أو العنصر الوقتي. ماذا نقصد بالعنصر الوقتي؟ هو أن يتم عملية أو أن تتم عملية النشر أو التسريب قبل أو أثناء الانتهاء وليس بعدها. حتى يكون الفعل مجرما قانونا يجب أن يتم النشر أو التسريب قبل أو خلال عملية الانتهاء، لأن عمليات النشر التي تتم بعد نهاية الامتحان لا يعاقب عليها قانونا وإنما تعتبر من قبيل أعمال الإعلام. إذن الركن المادي للجنحة يتمثل في صورتين: النشر أو التسريب. شريطة أن يتم النشر أو التسريب قبل أو خلال عملية الانتهاء. بالنسبة لمحل الجريمة أو محل الجنح، نذكر دائما بأننا لازلنا في إطار الصورة الأولى لجرائم الغش وهي جنحة تسريب مواضيع الانتحار أو أجوبة الانتحار أو المسابقة. إذن محل هذه الجريمة هو الامتحانات النهائية أو المسابقات. الامتحانات النهائية بعد أن تم إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي مؤخرا سنة 2022 لم يتبقى سوى امتحانين يوصف بأنهما نهائيين وهما امتحان شهادة